حياكم الله. لا شك بأن الكارثة واحدة في سوريا في تركيا، كما أنه لا شك بأن معاناة المنكوبين أيضا واحدة في البلدين المتجاورين، ولكن يبدو أن معايير الإنسانية ومعايير الأخلاق خاصة في الغرب ليست واحدة في التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية، وهذا ليس بالأمر الجديد، فالزلزال لم يكن جيولوجيا فقط بل كان أخلاقيا إلى حد لم يكسر قانون قيصر هذه القيود. كارثة الزلزال فضحت الغرب كما فضحت بعض الدول العربية، وكشفت زيف شعارات الإنسانية اللي ما تمكنت من تجاوز عقبات السياسة. فمنذ لحظة وقوع الزلزال كان واضح سيل التضامن مع تركيا وبدء التحشيد الدولي والإقليمي لمؤازرة هذا البلد ومواجهة آثار الكارثة. أما المواقف الإنسانية لم تبذل لإغاثة الشعب السوري المنكوب على جانبي خط المواجهة، فالجهود الدولية كانت شبه معدومة، والإقليمية بدت خجولة أمام حجم الكارثة في سوريا، واقتصرت على بعض الدول بينها إيران، الجزائر، العراق، أصدقاء أخر قليلون. أما البقية كما يبدو فإن إنسانيتهم تنتظر إيعاز شرط العالم. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة راح نتحدث عن الوفد العراقي رفيع المستوى اللي أنهى في واشنطن جملة مباحثاته للملفات المشتركة مع الإدارة الأمريكية، الأبرز فيها متابعة إجراءات تزويد العراق بالعملة الصعبة واللي قيدت خلال شهرين الماضيين الكثير من الأمور، وتسبب هذا الدولار بأزمة كبيرة أصابت الأسواق التجارية بركود، وارتفعت الأسعار لمستويات قياسية حتى تمكنت الحكومة العراقية من تكسير هذا القيد بقرار حكيم. وإلى جانب ورقة الدولار كان ملف إجراءات التعامل للمنصات الإلكترونية من قبل التجار والمصارف وإمكانية المهلة الزمنية لتطبيق هذه المحددات، فضلا عن استعراض الجهود المحلية في مكافحة تهريب العملة، وملفات مهمة وحساسة أنهى الوفد العراقي مناقشتها مع الجانب الأمريكي قبل لحظات من الآن. هذه الملفات راح نتابعها ونفتحها للنقاش مع ضيوفنا الكرام في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. مشاهدي الأحبة، نتحدث في هذا الملف عن الفاجعة غير المسبوقة منذ عقود طويلة حلت بالأتراك والسوريين بعد الزلزال المدمر اللي ضرب هذه المنطقتين، مخلف كارثة إنسانية حصدت آلاف الضحايا والمشردين ومشهد دمار يصعب حصر مساحاته. ولهذا كان العراق في طليعة الدول اللي قدمت مساعدات الإغاثة، أما دول أخرى فازدواجية المعايير هي الوحيدة من كانت حاضرة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد نشاهد التقرير اللي أعد أن الزميل علي حبيب. مواد إغاثية غذائية وطبية نقلت جوا من بغداد إلى دمشق، مساعدات عاجلة من الحكومة العراقية تقدر بستين طنا للأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب خاصرة حلب واللاذقية، وراح ضحيته أكثر من 1500 بين قتيل وجريح، والإحصائية قابلة للزيادة، شحنة كاملة على شكل دفعات، فضلا عن فرق إنقاذ مدني قامت بتسييرها الهندسة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي، مهمتها البحث والمساعدة وإنشاء مستشفيات ميدانية، وصولا إلى إرسال صهاريج المشتقات النفطية للمناطق المنكوبة. وعلى الرغم من الحظر المفروض على الأجواء السورية، إلا أن المساعدات الإنسانية للدول الصديقة لسوريا تصل تباعا لنجدة المنكوبين إثر واحد من أعنف الزلازل في المنطقة، ضمن حملة استجابة عاجلة للتخفيف من آثاره. وأمام هذه الكارثة الطبيعية توجب معطيات الواقع التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية، إلا أن المجتمع الدولي تعامل بانتقائية وكالة بمكيالين في عملية التمايز بملف الإغاثة بين دولتين جارتين متضررتين. جسور جوية تحط في تركيا وفوق سوريا لا يحلق إلا شبح قانون قيصر وأصدقاء قليل، والأخير لم ينتمي طبعا لتقاليد التضامن العالمي التي تعطي جرعات الاهتمام حسب المصالح التي تتفوق على حقوق الإنسان، وظل محافظا على مبادئه التي لم يجزأها حسب وحدة القياس.
علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ نسيم عبد الله. استاذ نسيم ضيفا كريما. حياكم الله. وكذلك ارحب بالاستاذ مهند حسين معاون مدير اعلام الحشد الشعبي، حياك الله استاذ مهند ضيفا كريما. ابدا مع حضرتك استاذ نسيم، نتحدث عن الكارثه اللي حل من خلالها الدمار الكبير في سوريا وتركيا وبعض المناطق المجاوره، رغم انه هنالك يعني وحده موضوع بهذه الكارثه، ولكن لا زلنا نرى بان هنالك من يكيل بمكيالين، يتعامل بازدواجيه في ملف انساني، في ازمه قل نظيرها في العقود الاخيره. بالتالي لما نحسب المواقف نرى بان هذه الازدواجيه كانت حاضره. كيف تفسر هذا المنطق؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية لضيفك الكريم، وتحية لمشاهدي قناتكم لك الكريم. كل التحية. أعتقد يعني اليوم الحال المجتمع الدولي هو يعطينا خير دليل على أن هنالك ظلم في حق الشعب السوري، وإلا حقيقة يعني أن يتعرض الشعب إلى هكذا يعني ظاهرة طبيعية، وأن يتم التعامل معه بطريقة مختلفة عن بلد. صحيح اليوم يعني تركيا بلد جار وبلد مسلم، لكن مع الأسف يعني لحد الآن المجتمع الدولي لم يأخذ يعني لم ينظر بنظرة واحدة، وإلا يعني أن تكون هنالك مساعدات من بعض الدول، هذا حقيقة يعني مع الأسف يعطينا خير دليل على أن يعني المجتمع الدولي لا ينظر بعين واحدة. اليوم لم يقدم يد الدعم والمساعدة إلا العراق وإيران ومصر والجزائر، ويعني بعض الدول يعني لا تكاد أن تتجاوز أصابع اليد الواحدة. بالتالي نعتقد بأن الولايات المتحدة لها يعني دور كبير في مسألة الظلم الذي يقع على الشعب السوري، وإلا هذه العقوبات حقيقة وصلت إلى حالة يعني اليوم الشعب السوري وصل إلى حالة حقيقة يرثى إليها. كل ما في الأمر هنالك إرادة حقيقية، هنالك توجهات في المنطقة لا تنسجم مع إرادة الولايات المتحدة. مع الأسف اليوم يعني مجموع الدول وهذه الدول حقيقة يعني سارت برؤية الولايات المتحدة، وحقيقة ما نتمناه هو أن تكون هنالك نظرة واحدة، وإلا حقيقة اليوم ما يدفع ثمن الشعب السوري حقيقة كبير على مستوى الحصار الاقتصادي اللي يتعرض إلى كثير من العقوبات، وحتى الظاهرة الطبيعية اليوم حقيقة اللي يدفع ثمنها الشعب السوري البريء. في هذه الأثناء ينضم معي عبر سكايب الأستاذ محمود ياسين المحلل السياسي من سوريا، حياك الله أستاذ محمود. نتحدث عن هذه الكارثة التي حلت بهذه البلدان، لا سيما سوريا وتركيا، ولكن خلينا قبل أن نذهب إلى ازدواج المعايير نذهب إلى جهود الإنقاذ، ويعني مرور الأيام هل لا زال بعض العالقين تحت الأنقاض حسب يعني معلومات حضرتك؟ أولاً أحمد الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. لم أسمع سؤالك بشكل جيد، الصوت غير واضح. إذا سمحت لك ممكن. نعم، أستاذ محمود نتساءل عن آخر المستجدات والأوضاع للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، ما هو الوضع في سوريا تحديداً؟ هل لا زال الكثير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض؟ تابعين واضح بالنسبة لي، لكن أنا سأجيب على دور المجتمع. أولاً الكارثة الإنسانية التي حصلت في تركيا وسوريا بهذا الزلزال المدمر، المجتمع الدولي للأسف الشديد تعامل بمكيالين.
فما تم إرساله من دعم ومعونات وإغاثة إلى تركيا أكثر بكثير كثير جدا من الجمهورية العربية السورية. يعني لم يصل الصوت بشكل جيد أستاذ محمود، اسمح لي أن أرحب مجددا بالسيد مهند حسين. أستاذ مهند، يعني نتحدث عن هذه الكارثة الإنسانية التي حلت بتركيا وسوريا على وجه التحديد، ولكن بعد منح الضوء الأخضر من قبل الحكومة السورية والحكومة العراقية أيضا، هيئة الحشد الشعبي كانت في مقدمة المؤسسات التي استجابت وانتفضت لنصرة هؤلاء الناس اللي قبعوا تحت الأنقاض وكانوا ضحية هذا الدمار الكبير، ولتقديم جهود الإغاثة وضحايا الزلزال. ما هي الإجراءات اللي اتخذتها الهيئة؟ تحية لك ولضيوفك الكرام. بداية نعزي أسر الضحايا والشهداء، ونسأل الله العلي القدير أن يشافي الجرحى، بتوجيه مباشر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الحشد الشعبي، وبإشراف مباشر من رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو فدك من حمداوي، انطلقت قوافل الدعم اللوجستي لإغاثة أهلنا المنكوبين في سوريا بعد الكارثة الطبيعية التي مروا بها. لذلك كانت في مقدمة هذه القوافل قافلة الهندسة العسكرية والمعدات الفنية والطبابة لتوفير ما يحتاجه الأهالي من مستلزمات طبية وإغاثية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أولئك الضحايا. الحمد لله، هذا التكليف هو تشريف لهيئة الحشد الشعبي، باعتبار أن هذه السمة الإنسانية التي يتمتع بها أبناء الحشد الشعبي هي تمثل قيمة عليا، باعتبار أنه كل ما قدمه أبناء الحشد الشعبي يمثل وساما حقيقيا لكل العراقيين، باعتبار أن الحشد الشعبي استطاع القضاء على داعش ونجح في هذه المهمة، وهو الآن قادر على أن يحقق الفارق على مستوى توفير الخدمات في الوضع المحلي بتوفير ما قدمه من فريق الجهد الخدمي والهندسي. هذه النتائج أثمرت بوجودها وأعطت طابعا إيجابيا بأن يتحول هذا الجهد الخدمي والهندسي إلى الوضع الإقليمي، بحيث أول ما مرت به الكارثة في سوريا وجه السيد رئيس الوزراء بأن يكون هيئة الحشد الشعبي في مقدمة تلك القوات التي تذهب يعني لنجدة إخوانهم السوريين. نعم، انطلقت هذه القوافل من أولى الساعات الأولى للكارثة، وفتحت الحكومة العراقية ممرين آمنين إلى الحدود السورية، منها الممر الجوي، وقد وصلت أولى مستلزمات الطبية والإغاثية عن طريق الجو، وكذلك فتحت ممر آمن آخر اللي هو ممر البري، حيث وصلت أرتال القوافل العسكرية الخاصة بمعدات الإنقاذ والشباب الذين وصلوا إلى هناك، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الخاص حتى للأهالي، بمعنى أنه ما توفر من قبل هيئة الحشد الشعبي كافي ليس فقط لإنقاذ الضحايا والجرحى، بل كافي إن شاء الله حتى للأهالي المنكوبين هناك. نعم أستاذ نسيم، يعني الدول اللي تذرعت بعدم قدرتها على مساعدة سوريا في هذه الأزمة بسبب قانون قيصر تتجاهل أي تقديم للمساعدات الإنسانية وتخاف وتخشى من فرض العقوبات عليها، طبعا في حال الكوارث الهجمات الإرهابية، هل هنالك من أمور طارئة من الممكن أن يتم تجاوز هذه القوانين كما حدث في مطار رفيق الحريري في لبنان، حتى رفع الضرائب وغيرها وبعض الإجراءات قبالة هكذا كارثة يجب أن نتنازل عن بعض المحددات؟ هي حقيقة اليوم يعني بصراحة لما تابعنا الجهد المبذول باتجاه تقديم المساعدة للشعب السوري والشعب التركي، هنالك تقريبا يعني شبه حلحلة لموضوعة العقوبات على الأقل في الوقت الحاضر. قبل قليل يعني حسب ما شاهد هنالك تغريدة للأمين العام للأمم المتحدة طالب بصراحة أن يرفع الحصار عن الشعب السوري بسبب الوضع الحالي، حتى هنالك حقيقة مطالبات من دول الاتحاد الأوروبي. بالنتيجة بصراحة ما يحسب
يعني في هذا الموضوع هو للحكومة العراقية ولهيئة الحج الشعبي، كانت مبادرة بصراحة وتحسب لها. أنا أعتقد اليوم المجتمع الدولي مع الأسف يعني بسبب العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة في حرج، ونعتقد بأن الواقع الإنساني فرض نفسه. العقوبات المفروضة على سوريا بالوقت الحالي حقيقة يعني دفع ثمنها بالدرجة الأساس الشعب السوري. الواقع الإنساني والاقتصادي في سوريا حقيقة سيء جدا. ما يحسب للحكومة العراقية هي أن تكون مبادرة وأن قدمت الدعم، يعني مو فقط الدعم الإنساني، هنالك العفو، هنالك دعم طبي، هنالك جهد هندسي عسكري قدم من قبل هيئة الحج الشعبي. لذلك نعتقد في الأيام القادمة سوف تكون هنالك بوادر أو هنالك مساعي من دول أخرى باتجاه تقديم المساعدة للشعب السوري. هذا أعتقد سبحان الله كأنما أعطى دليل أو أعطى شيء بأن هذه العقوبات هي عقوبات ظالمة، وهنالك توجه في الوقت الحالي على أنه يجب أن تقدم المساعدة للشعب السوري والحكومة السورية، باعتبار أن الأزمة الحالية هي أزمة يعني حقيقة يعني دفع ثمنها المواطن البريء، والوضع الإنساني حقيقة يوميا من سيء إلى أسوأ في سوريا. طيب أستاذ محمود، أهلا بك مجددا. نتحدث عن أن هنالك الكثير من الدول تخشى المبادرة في تقديم المساعدات والعون والدعم لسوريا، وهنالك أيضا خشية كبرى من شرط العالم. هل أن الوضع بهذا التعقيد وسط كارثة إنسانية بيئية كبيرة؟ أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة يعني منذ اللحظات الأولى لهذه الكارثة الإنسانية التي ألمت بالجمهورية العربية السورية من خلال هذا الزلزال المدمر، كان للعراق الشقيق النشامى والغيارة كانت لهم المبادرة السريعة بإرسال طواقم المنقذين والمسعفين ودعم كبير كان قد قدم من خلال قوافل التي تم تسييرها من العراق باتجاه سوريا للمؤازرة والمساعدة لتخطي هذه المحنة الكبيرة التي يمر بها هذا البلد. في الحقيقة تالت الدعم من مجموعة من الدول العربية، كان العراق والجزائر والإمارات، واليوم وصل الفريق من فلسطين، مصر، تونس، لبنان، الأردن، أيضا من الدول الصديقة روسيا والصين وأرمينيا وإيران. تدفقت فرق الإنقاذ والإسعاف والمعونات والإغاثة والمواد الطبية للمساعدة في تجاوز هذه المحنة. كما كان هناك دور سلبي لمجموعة الدول خشية أن تصطدم مع أمريكا، نعم، لتجاوزها العقوبات المفروضة على سوريا، وتناسوا أن حاليا سوريا تمر بأزمة إنسانية وكارثة إنسانية تتخطى كل هذه الاعتبارات، تتخطى كل هذه العقوبات، لأن الوضع هو موضوع إنساني وليس موضوع سياسي. يعني نحن في سوريا وصل الشهداء لتاريخ اليوم أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 2030 جريح، وما تزال هناك أسر وعائلات كاملة موجودة تحت الأنقاض، ربما يكون منها من يزال على قيد الحياة حاجة إلى المساعدة والإسراع بإخراجهم أحياء من تحت الأنقاض، وهناك أيضا عائلات استشهدت وما تزال تحت الأنقاض. طيب أستاذ مهند، يعني تفضل الأستاذ محمود ياسين بأنه هذا الوضع الذي تعاني منه سوريا الآن هو موضوع إنساني وليس موضوع سياسي، وكذلك أشار الأستاذ نسيم عبد الله بأنه الحشد الشعبي أجرى أو قدم هذه المساعدات على مستوى الوقود، المستشفيات الميدانية وغيرها. وأيضا أسأل حضرتك، لما ينتقل الحشد في هذه المساحات قبل
سنوات كان هنالك فيضان حتى في إيران، ودخل الحشد الشعبي وساهم في إيقاف هذا الفيضان. اليوم يدخل إلى سوريا بطلب، بناء على طلب الحكومة السورية وإبداء المساعدة. تعامل هيئة الحشد الشعبي وأبطال الحشد الشعبي مع الكوارث وتوفير هذه الاحتياجات اللازمة، مستشفيات ميدانية، رفع الأنقاض، إمدادات غذاء، وقود إلى آخره، ما الدافع الذي يجعل هؤلاء الشباب وهذه الهيئة أن تقدم هذه المساعدات دون كلل أو ملل؟ واقعا هيئة الحشد الشعبي انبثقت من فتوى المرجعية المباركة التي أعلنها آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني، وهي كفيلة بأن تحقق الفارق كما هو الآن. لذلك حتى بعد تأسيس الحشد وانطلاق عمليات التحرير، دخلت هذه الهيئة ودخل أبناء الحشد الشعبي في مدرسة كبيرة احتضنتها، كان يقودها الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس. هذه المدرسة الكبيرة استطاعت أن تؤسس الأسس والمبادئ الإسلامية الحقيقية لزرع هذه النبتة المباركة لكل العالم. لذلك اليوم عندما نتحدث عن الحشد الشعبي، نتحدث عن الجانب الإنساني العالي، ونتحدث عن القيمة العليا التي اليوم حققت الفارق لكل العراقيين. اليوم العراق يشار له بالبنان بما يتمتع به من هذه القيمة بوجود الحشد الشعبي. هذا الشعب العراقي الذي انبثق منه الحشد الشعبي اليوم يقوم بفعاليات كبرى إقليميا، كما ذكرت أنه بال2018 عندما مرت الجارة الجمهورية الإسلامية بأزمة السيول، كان هنالك قيادة حكيمة توجهت لإنقاذ الأخوة في الجمهورية الإسلامية. كذلك الآن هذه النكبة والكارثة الطبيعية الإنسانية التي مرت بأهلنا في سوريا، وجدنا أبناء الحشد الشعبي في مقدمة الركب لإنقاذ أهلنا في سوريا. كل ما تقدم يعتبر واقعا هو نموذج حي وترجمة حقيقية للإسلام المحمدي الأصيل وللمرجعية المباركة التي رعت واستوعبت ودعمت هذا الحشد المبارك. ولا ننسى دور الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس في تأسيس هذه المدرسة الكبيرة. طيب أستاذ نسيم، يعني الكثير من الدول تخشى أن تبادر إلى تقديم يد العون في هذا الملف، ونتحدث أيضا حتى لبنان التي عليها ضغوطات أمريكية، اليوم فتحت الأبواب على مصراعيها لمن يريد أن يقدم يد العون إلى سوريا، وبالتالي أيضا تركيا التي لديها الكثير من الحلفاء والأصدقاء نراها أيضا هي بحاجة إلى تقديم المساعدات. هل هنالك، إذا كان على مستوى شرط العالم هنالك انتقائية، والمجتمع الدولي على المستوى العراقي في حال لو طلب من الحكومة العراقية تقديم المساعدات إلى تركيا، هل ستستجيب؟ أنا أعتقد يعني مثل هكذا حالات كل الدول بحاجة إلى المساعدة. تعرف حضرتك أستاذ أحمد، حقيقة ما تعرضت إلى تركيا بصراحة كان حجم الضرر هو أكبر من سوريا بحدود 10 محافظات، وأعتقد اليوم كلام الأخ أبو علي الكوفي كان صرح بصراحة على أنه نحن على استعداد على أن ندخل، أو إن طلبت الحكومة السورية أن نقدم الجهد الهندسي وأن نكون في خدمة الشعب التركي. بالنتيجة اليوم هنالك حالة إنسانية، قضية سماح الولايات المتحدة، مع الأسف الولايات المتحدة في سياستها سياسة يعني غير أخلاقية في المنطقة، وهي تحاول الحقيقة أن تفرض هيمنتها وسيطرتها على كل المنطقة بشتى الوسائل، وحتى مع الأسف يعني هي دائما وتنادي بحقوق الإنسان وهي راعية لمبادئ الإنسانية، لكن مع الأسف يعني يوم بعد يوم تتضح سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم. بالتالي نعتقد اليوم السياسة العامة بصورة عامة، الولايات المتحدة، العفو، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية الآن نعتقد تسير باتجاه حلحلة هذا الحصار المفروض على سوريا. على الأقل اليوم بسبب ما تعاني سوريا من مأساة حقيقية في المحافظات القريبة من الحدود التركية، سوريا قبل أن تفرض عليها عقوبات هي واقعها سيء جدا. لكن اليوم هذا الزلزال الذي حصل هو فاقم الأزمة اللي تعيشها اليوم بصراحة. ما يثلج الصدر، هنالك مبادرة، يعني هنالك مبادرات شعبية من قبل الشعب العراقي، هنالك مطالبات من مرجعيتنا الرشيدة، وأعتقد حتى هنالك توجه من قبل الأخوة في التيار الصدري على أن يقدموا الدعم للشعب السوري. بالتالي اليوم الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي، الحكومة العراقية
كلها قلبا وقالبا مع الحكومة السورية، ونعتقد في الأيام القادمة سوف تقدم المساعدات وتفتح الحدود إن شاء الله بصورة أكبر من الوضع الحالي. طيب لهذه الإثراءات أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نسيم عبد الله، وأتمنى بالبقاء معي لترافقنا في الملف الثاني. وأتقدم بالشكر الجزيل أستاذ مهند حسين معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ محمود ياسين المحلل السياسي انضممت معنا عبر سكايب من سوريا. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وحيا الله ضيف الكريم الأستاذ نسيم عبد الله، أهلا بك مجددا أستاذ نسيم. حياكم الله. وينضم معي ضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيف الكرام. أهلا أستاذ نسيم. منذ يوم أمس وصل الوفد العراقي إلى واشنطن، ونتحدث هنا عن حقيبة تفاوضية حوت العديد من الملفات، الأبرز فيها أزمة الدولار، إدخال المسارات الدبلوماسية ضمن جهود وإجراءات الحكومة العراقية لوضع النقاط على الحروف بعد أن أصاب العملية السياسية والاقتصاد العراقي أصابته الكثير من الهزات والهزات الارتدادية لشهرين متتاليين. هذه الزيارة كيف تثمنها؟ نعم، تحية لضيفك الكريم أستاذ أحمد. أنا أعتقد يعني الولايات المتحدة بحاجة إلى معرفة توجه الحكومة الحالية، وهي حكومة السيد السوداني، باعتبار أن هذه الحكومة هي جاءت من الإطار التنسيقي. تعرف حضرتك اليوم بما يعني في الفترة الأخيرة ما شهد الاقتصاد العراقي بسبب ارتفاع أسعار الدولار، حقيقة يعني كأنما يعني هزت الواقع السياسي والاقتصادي للشعب العراقي. وبالتالي العراق اليوم حقيقة ملزم على أن يجد خطوط التفاهم مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة قبل فترة يعني طالبت من العراق بتطبيق إجراءات معينة في مسألة بيع الدولار، لكن مع الأسف الحكومة السابقة حكومة السيد الكاظم لم تتخذ أي إجراء، وبالتالي حقيقة يعني تفاجأت الحكومة الحالية وهي حكومة السيد السوداني بما يحصل. والسبب الارتفاع أعتقد هو يعني من أولويات الزيارة، زيارة السيد السوداني القادمة إن شاء الله للولايات المتحدة. إذا تسألني يعني سبب ارتفاع الدولار، أنا أقول لك بصراحة جزء من صعود هذا الدولار بالتحديد هو بسبب يعني سبب سياسي، لكن هنالك إجراءات أخرى يجب على الحكومة الحالية أن تتخذها. يعني ارتباط العراق بمنظومة السويفت قد يعطينا أو يجعل الأمور تسير باتجاه مغاير، لذلك نعتقد بأن يجب أن تتخذ إجراءات دقيقة وإجراءات عاجلة في مسألة ارتفاع أسعار الدولار. قبل كم يوم كان هنالك تصريح للسيد السوداني في مؤتمر الصحفي، قال على أنه هنالك أموال حقيقية تهدر من الموازنة، العراق يوميا بحاجة إلى من 80 إلى 100 مليون دولار، الذي يحصل هنالك نسبة كبيرة فيما بين العرض والطلب، هنالك بحدود 200 مليون دولار هي هدر ونزيف من الأموال العراقية. بالتالي نعتقد اليوم زيارة الوفد العراقي للولايات المتحدة على رأسها، صحيح هنالك ملفات أخرى، لكن على رأس هذه المواضيع هي طريقة التعامل البنك المركزي وقضية بيع الدولار. وأعتقد بأن حكومة السيد السوداني قادرة على تجاوز هذه الأزمة، والإطار التنسيقي قبل كم يوم دعم السيد السوداني في مسألة زيارته للولايات المتحدة وضرورة أن تكون هنالك تفاهمات في مسألة الواقع الاقتصادي. نعم. والسياسي للمرحلة القادمة. طيب ائتلاف إدارة الدولة، مجددا حياك الله أستاذ رشيد، يعني قبيل سفر الوفد العراقي أعلن ائتلاف إدارة الدولة دعم الكامل لجميع الجهود الحكومية
في مباحثاته مع الخزانة الأمريكية. بالتالي نتحدث هنا عن المتنفسات من هذه الأزمة، لما تدار هذه الأزمة إدارة ناجحة من قبل الحكومة، هل سنشهد تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟ شكرا أستاذ أحمد، جنابك الكريم والضيف أستاذ نسيم والجمهور الكريم. بالتأكيد الدعم من الكتل السياسية قاطبة للحكومة المركزية سيشكل يعني نتيجة إيجابية جيدة في قراراتها. الحكومة ما ممكن أن تتخذ قرارات لولا دعم الكتل السياسية، وإن اتخذت قرارات وبدون دعم من الكتل السياسية بالتأكيد سوف لن تكون تلك النتائج المرجوة. الآن يعني لما مثل ما تفضلت هذا الدعم، هذا حيؤدي لنتائج إيجابية جدا، وهي النتائج ستنعكس على الواقع الاقتصادي للمواطن بعدما عانى الكثير من ارتفاع سعر صرف الدولار وما كان من نتائج سلبية. نعم. طيب، يعني هذه النتائج نتحدث عنها أنه لابد أن لديها انعكاسات أو لها انعكاسات على الواقع العراقي. بالنتيجة سعر الصرف عندما وصل إلى مستويات مرتفعة وغير متوقعة، بل أن المضاربين والمراهنين كانوا يشيعون بأن سعر الصرف لربما يوصل إلى 200,000 مقابل 100 دولار. نعم هكذا. ولكن يعني في إدارة أزمة ناجحة، الحكومة استطاعت أن ترجع سعر الصرف إلى 130 31 32، وإن كان واقعا في السوق لم يرجع إلى هذا المستوى. هل نحتاج إلى فترة زمنية حتى يكون هكذا استقرار والوصول إلى السعر المحدد؟ نعم أستاذ أحمد، خل أجيب لك إلى كل جناب المشاهدين الكرام في النموذج. نعم. واقعي. الدولار وصل إلى 170. نعم. وصل إلى 175، فكان التاجر لما يبيع بضاعته يكسر بضاعته على 175، مثل الرز، الطحين، الزيوت. نعم. مستلزمات الزراعة، مستلزمات الصناعة، أي مادة ممكن يشتريها الإنسان كانت تقيم بالدولار 100 دولار، يضربه بالعراقي في 175 تطلع قيمته. اليوم بعد ما كان 170 و175 يتكسر على الدولار. نعم. اليوم البضاعة تتكسر يعني أو تضرب في 150، 20 نمرة إلى 25 نمرة نزل سعر الدولار ونزلت الكلفة، وهذا كله انعكاس على المواطن. يعني بدل ما يشتري الطحين ويتكسر عليه الدولار على 170، اليوم الدولار يتكسر سعر بنية الطحين في كذا دولار في 150، فمبلغ كبير. وهكذا بالنسبة لبقية المواد، والمؤمل أنه بعد هذه الإجراءات، بعد زيارة السيد رئيس الوزراء إلى الإمارات، لها علاقة كبيرة جدا، والملفات التي أبحثها ستؤدي إلى نتائج إيجابية على الواقع الملموس، خصوصا بعد مثل ما تفضلت دعم الكتل السياسية، وكذلك زيارة السيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى واشنطن، والزيارة التي كانت في إسطنبول أيضا، واللقاء بنائب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي. كل هذه عوامل مع القرارات اللي اتخذها العراق، مجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك المركزي، كل هذه عوامل مجتمعا ستؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي. اليوم ب 150 ويظل يستمر لكم يوم، لكنه استقرارنا كاقتصاديين بالتأكيد سيبدأ إلى الاستقرار أكثر. يعني مثل ما كان 147 بالبنك، وين بعد 150 151 152 بعدين، لأسباب هذا الارتفاع اللي صار بعد ما صار عمل المنصة اللي مع البنك المركزي والبنك الفيدرالي. الآن لا تتنظم العملية، وزيارة سيد نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن حقيقة تتضمن عدد من الأمور، من جملتها تخفيف القيود على منح المبالغ للعراق. يعني تعرف اليوم إحنا مقننا المبالغ العراقية مالتنا بالعراق، مبيعات النفط وإيراداته كلها تدخل إلى البنك الفيدرالي بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات الولايات المتحدة الأمريكية، فمحمية بقانون أمريكي وقانون الأمم المتحدة. أكو ضغوط وقيود كثيرة جدا على تحرير هذه المبالغ، من جملة البنون التي سيبحثها السيد رئيس نائب رئيس الوزراء هي تخفيف هذه القيود وتحرير مبالغ أكثر للعراق. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا السماح للنظام المصرفي بالتخفيف من هذه القيود أيضا في الحوالات والاعتمادات. الثلاثة أيضا سيبحثون تأجيل فترة المنصة يعني أو تطبيق المنصة لعدة شهور لإتاحة الفرصة للعراق، وهذا حقيقة يعني أيضا مثلب على الحكومة السابقة، لأنه العمل بالمنصة لم يأتي مفاجئا ولم يأتي صادما للاقتصاد العراقي، وإنما كان اتفاق سنة 21 على تطبيقها بعد سنتين، شهر 9 21 يعني أيلول
تم الاتفاق مع الحكومة العراقية على تطبيق هذه المنصة الإلكترونية سنة 1/1/2023، ولكنه للأسف كانت الحكومة العراقية متمادية ومتراخية في العمل على هذه المنصة، علما أنه تم إرسال عدد من الوفود والموظفين للتدريب على هذه المنصة، وهذا لا يكفي، لأنه إحنا يجب أن ندرب ونعلم ونمرس الموظفين المصارف على هذا العمل. طيب، فأتوقع مجمل الأحداث زيارة السيد رئيس الوزراء إلى الإمارات، وزيارة السيد نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن، وزيارة الوفد إلى أسطنبول، كل هذه المجتمعات مثل ما ذكرت ستكون عوامل للاستقرار الاقتصادي. وخصوصا يعني إحنا نلاحظ كل دول العالم أستاذ أحمد عندها نظام البيع عبر المصارف متاح لكل مواطن، مذكور به سعر البيع وسعر الشراء، بإمكانك أن تروح تسلم أي مبلغ وتحول وتصرف أي مبلغ من أي صرفة موجودة في كل دول العالم تحت مظلة القانون. إلا عندنا بالعراق لا زال الآن القانون بعد غير نافذ، رغم التعليمات المشددة والسجن والخط الساخن الذي بينه البنك المركزي في حالة وجود إشكال عند صرفة، لكنه أعتقد يأخذ وقت ومآلة إلى الاستقرار. المشكلة في هذا الموضوع اللي حدثت حضرتك أستاذ رشيد حيلها إلى أستاذ نسيم. يعني الحكومة العراقية حققت تقدم ملحوظ خصوصا في ملف تهريب العملة أستاذ نسيم، بالتالي هذا التحديد ومثل هكذا خطوات بطبيعة الحال تكون ضمانة إيجابية للفدرال الأمريكي بأن العراق ملتزم بمكافحة العمليات الخارجة عن القانون المرسومة في تعاملات المالية والنقدية، بالتالي العراق هو ضمن منظومة ومن غير الممكن أن يخالف هذه القوانين. هذه الالتزامات اللي راح تتحقق من خلال المنصة الإلكترونية، هل من الممكن أن تحل الإشكال، وليس فقط نصل إلى حل الإشكال بل تنعش الاقتصاد العراقي من جديد؟ بالتأكيد ضيفك الكريم هو رجل اقتصادي، لكن بصراحة يعني احنا لو نشاهد يعني قبل فترة قريبة لما اتبع العراق منظومة المنظومة المعمول بها يعني الإجراءات الجديدة على البنك المركزي، شاهدنا احتياط البنك المركزي اعتقد اليوم يمكن اعتقد وصل اكثر يمكن من 115 مليار. النتيجه يعني احنا هذه السنوات كلها لو كنا متبعين بصراحه يعني احنا هذه الاجراءات هي مو كلها الاجراءات مو كلها سلبيه، يعني هاي الاجراءات اللي انفرضت على البنك المركزي مو كلها سلبيه، فيها جزء كبير ايجابي بصراحه. هو يعني ان تعرف العمله الصعبه كل دول العالم العمله الصعبه اللي هي الدولار تحافظ عليه بشتى الطرق، يعني ما يدخل إلها حقيقة صعب إخراجه، إلا العراق مع الأسف. يعني قبل يمكن قبل يومين شاهدنا يعني شاهدت لقاء لإحدى الاقتصاديات تحدثت بصراحة على في إحدى دول الجوار هنالك مكاتب، يعني حتى الهند هنالك شركات من دول أخرى كبرى تعمل على يعني استنزاف عملتنا الصعبة، وبالنتيجة حقيقة هذا يدفع ثمنه بالدرجة الأساس المواطن البسيط. كان الأحرى من حكومة الكاظمي أن تتخذ إجراءات حقيقية ألا تجعل المواطن ضحية لهذا يعني لهذا الإشكال الذي حصل. كان المفروض من حكومة السيد الكاظمي أن تتخذ إجراءات حقيقية حتى لا يصعد الدولار مثل ما تقول يعني مثل ما قبل فترة يعني شلون صعد الدولار وبالنتيجة أربكت حقيقة حكومة السيد السوداني. ما نعتقده هو أن تكون هنالك خطوات من قبل الحكومة الحالية باتجاه التخفيف من الأزمة اللي يعيشها المواطن، ونعتقد في قادم الأيام حتما سوف تكون هنالك خطوات من قبل الحكومة على أن تعيد السعر إلى الحالة الإيجابية أو الحالة المثالية. هسه اليوم إحنا الحكومة تبيع 131 لكن هو موجود 150، نتمنى أن لا يكون الفارق كبير، يعني اليوم بحدود 20 نقطة، وهذا فد شيء كبير. نتمنى في المرحلة القادمة أن تكون خطوات حقيقية، نتمنى أن تتخذ حكومة السيد السوداني خطوات باتجاه أن يقل السعر. اليوم 150 نتمنى أن يكون المبلغ قريب. هذا جانب. الجانب الآخر بصراحة اليوم علينا أن نستثمر الواقع اللي إحنا نعيشه أو الواقع الاقتصادي. اليوم
البنك المركزي احتياطي يوم بعد يوم يزداد باعتبار حجم الكميات النفط المصدرة هي يعني ما أعرف يمكن بحدود 300 أو 400 مليون دولار. بالنتيجة هنالك فارق كبير، هذا كله حقيقة راح يكون رصيد في البنك المركزي، وكلما يكون الرصيد حقيقة يعني أعلى من المتوقع كل ما ينعكس على الواقع الاقتصادي للبلد. طيب أستاذ رشيد، يعني هذه الخطوات حسب المتخصصين عدوها أنها خطوات نوعية تكرس هوية السياسة النقدية الجديدة. الحوار مع واشنطن يعني ينظر للمصلحة الوطنية العراقية في هذه الحالة، لربما هسه على مستوى الرصد الاقتصادي، هل ترصد حضرتك بأنه لربما هذه أيضا سابقة، أو صار لنا فترة ما شفنا أنه مفاوض عراقي يقدم مصلحة الشعب العراقي، المصلحة العراقية، على حساب المصالح حتى الدولية وفي مع أمريكا تحديدا؟ نعم أستاذ أحمد، يجب أن يكون هكذا هو المفاوض العراقي، لا يجب أن يكون متهادا، يجب أن يكون صلب في فرض شروطه وفرض الواقع وفرض مطالبه. هذه أموالنا صحيح، ليعلم المشاهد الكريم وجنابك تعلم هذا الموضوع، أن الأموال العراقية الآن محمية بالقانون الأمريكي، محمية من قبل الرئيس الأمريكي. السبب هنالك دعاوي تقدر بالآلاف من الدول والمؤسسات والأشخاص على الحكومة العراقية، خصوصا بعد حرب الخليج، ولا زالت هذه لم تحسم، ولذلك فرضت الوصاية والحماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الأمريكي على الأموال العراقية لحمايتها. وإلا الآن أي دولة إذا رفعت إيدها الولايات المتحدة الأمريكية، نحن في مشكلة في هذا الجانب حقيقة، يعني إذا الولايات المتحدة رفعت إيدها عن الوصاية والحماية على الأموال العراقية، حين ذاك ستنهب أموال العراق وتروح هباء من ترمى بين المحاكم وبين مطالبات الدول والأفراد. هذا جانب. الجانب الثاني، أكو خطوات نوعية فعلا اتخذتها الحكومة قد لا يلمسها المواطن البسيط، إنما نحن كاقتصاديين وكتماس على مستوى الأعمال نلمسها. مثلا سابقا ما كان للتاجر البسيط كفرد أو مكتب أن يدخل الاستيراد إلا شركة. الآن فسح المجال أمام التاجر اللي عنده هوية غرفة تجارة، وأمام المكتب، تاجر كشخص والمكتب كمكتب تجاري، والشركات صغار التجار شهريا 100,000 دولار بإمكانه أن يحول عن طريق المنصة. وهذه حقيقة يعني فد ملاحظة دائما نكررها ونأكد عليها، استخدام المنصة حقيقة يحمي الأموال العراقية، استخدام المنصة يحمي الأموال العراقية حماية من التهريب. لكنه اكو عندنا ايضا احنا ضوابط يجب ان تكون، مثل ما هسه بدت المستشاريه ورئاسه الوزراء بالدراسه والمختصين وبالتنسيق مع القطاع الخاص. لاحظ احنا اسبوعيا اكو اجتماع للساده رئيس اتحاد غرف تجاريه ورئيس اتحاد صناعات ورؤساء المنظمات المهنيه مع رئاسه الوزراء باتصال مباشر مع ومتابعه مباشره مع السيد رئيس الوزراء لمتابعه الوضع الاني، وهي غرفه عمليات قائمة ليل نهار. احنا حتى بالليل يعني تجينا اتصالات وتجينا تعليمات، تجينا تساؤلات، استفسارات، ماذا يجب ان يكون، ما هو رأيكم. فالآن الخطوات العملية اتخذتها وزارة التجارة ايضا باستيراد كميات من المواد الغذائية من البقوليات ومن الرز ومن الطحين ومن باقي المنتجات واللحوم وغيرها، يعني الدواجن وغيرها، وتوزيعها وقيام شركات وزارة الزراعة، شركات وزارة التجارة ايضا بتوزيع هذه المفردات ضمن منافذها التسويق بسعر الدولار الرسمي، يعني مقيمة هذه المواد بسعر 1,300 دولار. نعم، لأنه من خلال المنصة وزارة التجارة تفتح هذه الاعتمادات بسعر الدولار الرسمي. طيب، هذه نقطة حقيقة مهمة جدا. طيب، وفعالة في تنمية الاقتصاد العراقي. نعم، وللصناعة أيضا تنميتها. طيب، والزراعة المنصة. أستاذ نسيم، يرى السيد السعدي بأن هذه المنصة لها دور كبير جدا، وضمن مطالب الوفد العراقي هو تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية إلى حين اعتياد التجار على التعامل، والمصارف أيضا على التعامل عن طريق هذه المنصة. إذن كما أشار السيد السعدي في إجابة سابقة بأنها بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى مران كي نستطيع أن نتقن العمل بهذه المنصة، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ بصراحة كلام دقيق ضيفك الكريم تحدث، احنا فعلا بحاجة إلى وقت. يعني بصراحة هذه السنتين اللي فاتت لو كان مكيفين يعني وضعنا الاقتصادي، مكيفين إجراءاتنا، يعني أنا بحكم علاقاتي ببعض الأخوة التجار بصراحة
يعني هو يعني تعود بطريقة اعتادها على أن يتم شراء العملة من المكاتب الصيرفة ويقوم بإجراءاتها الطبيعية في مسألة إيصال المبالغ. لكن حسب الطريقة اللي يتكلم فيها ضيفك الكريم، اليوم احنا عندنا منصة هي ضامنة للأموال العراقية، ضامنة للمستفيد الأخير. بالتالي احنا يعني لو يعني كيفنا أو كيفنا رجل الأعمال الاقتصادي صاحب الشركة، وزاراتنا وزارة التجارة والوزارات الأخرى، بصراحة ما تعرضنا للحالة اللي تعرضنا لها قبل فترة قريبة. أعتقد هذه الطريقة هي ضامنة للأموال العراقية، وحقيقة هذه الأموال هي أولا وآخرا هي أموال يعني تحسن من الواقع الاقتصادي. اليوم كل ما يزداد حجم الأموال في البنك المركزي، كل ما يزداد احتياطي العراق، كلما يعني تزداد أو ترتفع عملته الحقيقية، وبالنتيجة تنعكس على الواقع الاقتصادي اللي نعيشه. بالتالي أنا أعتقد هذه المنصة فيها من الإيجابيات الكثير. إحنا يعني مسألة اعتراضنا هو لماذا تفرض في هذا الوقت، وكان هنالك تفسير سياسي على أن السبب هو الإفشال الحكومة السوداني، لكن إن سمحت الولايات المتحدة للسيد السوداني إعطاء فترة على أن نكيف إجراءاتنا، أعتقد هذه هي فرصة على أن نحافظ على المال للمرحلة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقر، رافقتنا في الملفين، والشكر الكثير لحضرتك الأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.